خرب بيته شو داهية هالجد ولا فرج؟ 120 سنة خبرة بتضليل العدالة. سيدي وام جداء شو صار فيها؟ لا مشي حالها، تجاوزت مرحلة الخطر وفائت من الغيبوبة. حلو، طالما صحيت فيكم تسألوها وتعرفوا منها مين اللي ضربها. لهلا سألناها وعرفنا كل شيء. بري عليك سيدي، من هو؟ جدو لفرج. جدو لفرج؟ ايه ضربها على راسها بالعكازة. عكازة عكازة عكازة. لكن لا بقى، لأنه تصهصت وقت اللي حكى لي قال نكتة. لكن شو بدها تعمل؟ تبكي؟ لك لا، بس ام جديع قال كل ما تضحك بيفلت طعم سنانه وهو ما بيحب هالمنظر. طيب طالما هيك ليش دبت فيه النخوة لما قلت له خطيبتها؟ مشان يضل للعدالة. شو قال لك هو؟ قال لك بعد ما غابت عن الوعي بفركها، بعمل لي شي دوكي وبوهمن على انه مو عرفان لك لانه فكرها ماتت. مشان يضلل العدالة بجريمة بيعمل 7 من جرائم. هي مو جرائم، القانون بيحسبها فور الدم. طالما هيك امسكوه وحطوه بالحبس. شغلة ام جديع مو فور الدم؟ ما منقدر نهائيا يا جميل، لانه معه شهادة بجيبته. شهادة شو؟ شهادة انه خرفان. خرفان؟ شلون ما خطرت ببالي هي؟ سيدي ومحروس امتى رح تطالعوا؟ محروس ما رح نقدر نطالعه لانه المرأة اصرت على الدعوة. رح نحوله للنيابة ونطلبكم الشهود. او فرج امتى رح تتركون؟ حرام البنت خوخت عيونها من البكاء. شو عملنا يعني لحتى يخلص التحقيق؟ ما قلت ام جديع حكين؟ هي قصة ام جديع خلصنا منها، هلا عم نحقق بقضية تانية. داخلي منك ابو شكيم. سيدي شو بقي كمان؟ شو في غيره؟ علق هو وجديع ابن ام جديع بالسجن. لك وجرحوا جديع؟ جديع شو اخذوا على السجن؟ كنا عاملين له حجز احترازي لانه كان باعت تهديد لجده لفرج بعد ما سمع انه خطب امه.